كنت قد سألت عن كيف ترى فائدة ارتفاع انتاج التمور على الناتج المحلي للمملكة عموما؟ مثل ما أسلفت سابقا، التمور من أهم المنتجات الغذائية اللي نفخر فيها في المملكة العربية السعودية. الحمد لله أن نحتضن أكثر من 31 مليون نخلة تنتج أكثر من 1.5 مليون طن. بالتأكيد تصدير هذه المنتجات إلى الدول المستهدفة للتصدير سيعود بالأثر الإيجابي ضمن برامج ضمن رؤية 2030 تحت العديد من البرامج التي تهتم برفع صادرات الغير النفطية. طيب خلينا أتحدث عن يعني ارتفاع قيمة الصادرات للتمور، هذا دلالة على يعني زيادة في كميات الناتج أم ارتفاع القيمة؟ ولله الحمد، زيادة القيمة والكمية هي تمثل زيادة الطلب على المنتج السعودي الفاخر ذو الجودة العالية. نعمل في المركز الوطني للنخيل والتمور على رفع قيمة صادرات المملكة من التمور وزيادة الطلب عليها عالميا من خلال العديد من البرامج، ومن أهمها برنامج تمكين الشركات الرائدة من التصدير، واللي من خلاله نستهدف دراسة الأسواق المستهدفة للتصدير، فهم ما يحتاجه المستهلك في الدول المستهدفة، مما سيعود بمشيئة الله على بالأثر الإيجابي ورفع قيمة الصادرات أكثر من الكمية. طيب خليني أسألك، يعني أكثر منطقة تستورد التمور من المملكة يعني حسب الدراسة اللي ذكرتها الآن؟ دولة منطقة تقصد؟ نعم، أو دولة؟ ولله الحمد، يعني نصدر لجميع دول العالم. أعتقد أنه عندنا في الخليج العربي الإمارات، بالإضافة أنه نصدر كذلك لمملكة المغرب، دول أوروبا، فرنسا، إيطاليا، أمريكا، كذلك العديد من الدول. الحمد لله، يعني في عام 2019 كان التصدير إلى 75 دولة. عام 2020 بالرغم من الجائحة، بتضافر جهود الشركاء ذوي العلاقة، وصلنا إلى أكثر من 107 دول حول العالم، وإن شاء الله الرقم في ازدياد بمشيئة الله. جميل، هل سنرى المزيد من الارتفاع في يعني الصادرات؟ مثل ما أسلفت، بتكاتف الجهود بإذن الله الشركاء ذوي العلاقة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، المركز الوطني للنخيل والتمور، هيئة تنمية الصادرات، بالإضافة إلى منتج التمور والمزارع اللي هم اللبنة الأساسية في رفع صادرات التمور من خلال رفع جودة التمور السعودية، حصولهم على علامة التمور السعودية، حصولهم على شهادات الجودة العالمية اللي تتيح لهم بمشيئة الله التصدير لجميع دول العالم، وإن شاء الله راح نحقق المركز الأول في القريب العاجل بإذن الله. طيب خلينا أسألك، يعني ما هي الدورة اللي حققت المركز الأول يعني في الإنتاج أو في التصدير؟ في التصدير؟ نعم والله أعتقد أنه في أكثر من إحصائية، لكن نتكلم أنه في التصدير تونس تصدر أكثر من السعودية، لكن هذه الإحصائيات بناء على مواقع عالمية. نتكلم عن استهداف حسب خلينا نقول الطابع الجغرافية والسياسية، هذه هي اللي تأثر في الأمر. في القيمة السعودية هي رقم، في الكمية عفوا السعودية هي رقم واحد، لكن في القيمة تونس. طيب كيف ترى يعني دعم المملكة لمنتج التمور وأصحاب المشاريع في هذا المجال؟ والله لله الحمد، القيادة الرشيدة تولي قطاع التمور أولوية كبرى ودعم لا محدود. نتكلم عن العديد من البرامج اللي يقيمها المركز، سواء المركز أو الجهات ذوي العلاقة، اللي ستساهم في رفع جودة التمور، تمكينهم من الوصول إلى الأسواق المستهدفة، تيسير جميع السبل سواء في أتمتة القطاع، تمكينهم إلكترونيا، خلق منصات بيع إلكترونية، بالإضافة إلى تدريب المقبلين على القطاع. نتكلم عن تدريب المزارعين الجدد، المستثمرين، المنتجين في القطاع. يعني بلغة الأرقام، كم هو حجم الاستثمار يعني في مجال التمور سنويا في المملكة؟ والله لا يوجد لدينا خلينا نقول رقم دقيق 100%، لكن نتكلم عن القطاع يمثل ما يقارب 6 مليار ريال سعودي. طيب أنتم ما فكرتوا بعد يعني زوال الجائحة أنه يعني تكون هناك أسواق للمملكة خارجيا تعنى بالتمور؟ والله مثل ما أسلفت، أنه نعمل بالتعاون مع العديد من الجهات أنه نقيم خلينا نقول
سوق مختص في التمور تحتضنها المملكه. ان شاء الله في القريب العاجل راح نعلن عن المؤتمر الدولي للتمور واللي يقيمه المركز كل فتره خلينا نقول، لكن أو معارض عالميه في الخارج يعني. هو يعتبر هو معرض عالمي لكن راح نحتضنه احنا في السعوديه باذن الله خلال العام 2021، راح نعلن عن التفاصيل لاحقا باذن الله. يستهدف دعوه جميع خلينا نقول اغلب وزراء الزراعه من الخليج العربي والشرق الاوسط، التباحث في تطوير القطاع، خلق منظومه متكامله، بالاضافه الى خلق خلينا نقول فرص تسويقيه بي تو بي وبي تو سي للمستهلكين. باذن الله راح يعلن عنه في القريب العاجل. طيب كيف ممكن يعني تساعد يعني رؤيه المملكه 2030 في تطوير هالمجال بشكل اكثر يعني جاذبيه وجعله يعني اكثر يعني ورودا للاسواق العالميه؟ للامانه رؤيه 2030 دعمت جميع او شتى القطاعات ومن اهمها قطاع النخيل والتمور. هنالك العديد من البرامج، برامج خلينا نقول مثل الزملاء في منشات هيئه دعم المنشات الصغيره والمتوسطه، صندوق التنميه الزراعيه، والعديد من الجهات اللي ما لا يسعني انه اذكر اسمها حاليا، تعمل على تشجيع الاستثمار في القطاع. نتكلم الآن السنة هذه صادراتنا ولله الحمد 24% منها منتجات تحويلية. نشجع في المركز الوطني للنخيل والتمور بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على الاستثمار في الصناعات التحويلية وليس فقط في تصدير التمور بشكلها المعروف. نتكلم عن تقريبا الآن عندنا أكثر من 200 منتج تحويلي من التمور موجودة في الأسواق السعودية وخارج السعودية كذلك. طيب يعني الآن ما هي أكثر يعني أشهر السنة طلب للتمور خارجيا يعني في المملكة؟ غالبا احنا نتكلم عن فترة رمضان، ما قبل رمضان الى فترة ما بعد رمضان. هذه هي اوقات الذروة او اوقات الطلب العالي على التمور. لكن التمور خلينا نقول في اغلب دول العالم لا تستخدم فقط انه كطابع ديني. هي الان احنا نتكلم عن التمر كفاكهة فائقة الجودة، فاكهة غير اعتيادية ذات قيمة عالية، تستخدم في الأندية الرياضية، تستخدم كمكملات غذائية، تستخدم في أكثر من جزئية أخرى. فهذا اللي يساهم بإذن الله بأنه يخلق طلب عالي على التمور ليس في وقت محدد. طيب أخيراً خليني يعني أعرف يعني استراتيجية المركز الوطني للتمور يعني في الفترة القادمة تحديداً. المركز ولله الحمد يعمل على اكثر من جزء نتكلم عن التسويق والجوده. نهدف في البدايه خلينا نقول انه نرفع جوده القطاع من خلال دعم المزارعين، تثقيفهم، عمل ورش عمل تدريبيه وتثقيفيه عن اهميه رفع الجوده في القطاع، ومن ثم تسويق التمور محليا وخارجيا من خلال اكثر من منظومه او اكثر من منصه بيع سواء محليه او عالميه، من خلال الحضور في المعارض الدوليه، من خلال كذلك برنامج تمكين الشركات الرائده من التصدير، واللي من خلاله الحمد لله قدرنا انه حاليا نستهدف 5 دول على مستوى العالم. دراسه هذه الدول، دراسه مفهوم التمور لديهم، الطلب، انواع الباكجات او انواع التعليب اللي يرغبون فيه، كم حبه من التمر يرغبون فيها عند الشراء، هل هو بالكيلو او بالجرام. فهذه الاشياء هي اللي يعمل عليها المركز حاليا، بالاضافه الى علامه التمور السعوديه، زياده عدد المزارع الحاصله على العلامه، تعريف التمور كفاكهه غير اعتياديه، احتضان المملكة بإذن الله إلى المؤتمر الدولي للتمور، ونحن أصحاب ريادة في هذا الأمر. جميل. المتحدث الرسمي للمركز الوطني للنخيل والتمور الأستاذ ثامر الديدب، شكرا لك.